اهلا بيكم. من الوصفات المميزه جدا معانا النهارده طاسه الجبن بالفراخ وكمان السلامي والزيتون. طاسه كده جميله جدا وميكس رائع ما بين ميكس الجبن مع الفراخ ومع السلامي. النهارده هنقولها وصفتنا بطريقه سهله جدا وهنعملها معاكم كمان وبطريقه بسيطه قوي وفيها شويه تكات كده وحاجات هقول لكم عليها واسرار كتيره هنعملها مع بعض. يلا بينا نقول مقاديرنا. معانا ايه؟ ومعانا نص كيلو من صدور الفراخ متقطعة شاورما أو صغير مكعبات صغيرة، ومعانا بصلتين مبشورين أو مفرومين، ومعانا السلامي، ومعانا جبنة موتزاريلا والجبنة الشيدر، وكمان هنحتاج 4 معالق من الدقيق و4 معالق من الزبدة وكوبايتين من اللبن وحوالي نص كوباية من الزيتون الأسود الشرايح والتوابل بتاعتنا ومكعب المرق لو حابة تضيفي تقدري تضيفي. التوابل بتاعتنا عبارة عن بودرة ثوم، بودرة بصل وبهارات الفراخ ومعانا الملح والفلفل. دي بالنسبة للتوابل بتاعتنا. أول حاجة في طاسة على النار هنزل بمعلقتين كده صغيرين من الزيت علشان ابتدي أحمر البصلة معانا. هنزل بعد كده بالبصلتين، حوالي دول بصلتين مفرومين زي ما قلنا. هنقلب البصل كده معانا كويس وهبتدي احط عليه كده رشة من الملح واقلب المكونات بتاعتنا دي كويس جدا. مش هستنى طبعا لما البصل يحمر قوي معانا، انا بديله كده تشويحة خفيفة عشان يدبل معانا كده ويبقى طعمه حلو جدا مع الفراخ. دلوقتي البصل اتشوح معانا زي ما قلتلكوا، شوحناه شوية يدبل بس معانا مش يحمر قوي. هبتدي بقى دلوقتي انزل بالفراخ، وزي ما قلت بصوا تقطيعة الفراخ معانا النهاردة دي التقطيعة المناسبة لينا، تقطيعة كده شبه الشاورما شوية. هبتدي اقلب كده عشان ادي للفراخ كده لون وتبتدي ان هي تستوي معانا. دلوقتي انا هبتدي اطعم الفراخ بتاعتي، احط عليها مكعب من المرق، البهارات طبعا والتوابل اللي انت حباها، بس انا فضلت التوابل دي علشان انا عايزة احس بطعم الفراخ تبقى حلوة قوي معانا. واحط عليها شوية كده من بودرة الثوم وبودرة البصل، واحط عليها نص معلقة من الفلفل الاسود، وكمان احط عليها بهارات الفراخ، وقلب بقى الحاجات الجميلة دي والتوابل اللي طعمها وريحتها هتطلع معانا في وصفتنا النهاردة وتبقى مميزة جدا. هبتدي اقلب كده الفراخ، وعايزة اقول لكم بقى الريحة خطيرة جدا. هسيبها بقى تستوي كده معانا وابتدي اجهز لصوص الجبن معانا بطريقة سهلة جدا وبسيطة. زي ما احنا شايفين الفراخ بتستوي معانا، وهنبتدي دلوقتي نحضر لصوص الجبن. صوص سهل جدا وبسيط بطريقة حلوة، وفي تكات كده هقول لكم عليها عشان ازاي الصوص معانا يطلع ناجح معانا. يلا بينا. دلوقتي هنزل كده بمعلقتين من الزيت، عشان انا لو نزلت بالزبدة دلوقتي هتتحرق معانا في قلب الحلة. طيب هنحط 4 معالق من الزبدة بالشكل ده، هتبتدي تسيح معانا، وهنزل ب4 معالق برضو من الدقيق. دلوقتي الزبدة ساحت معانا مع الزيت، هنزل ب4 معالق زي ما قلنا من الدقيق، وابتدي اقلب كده كويس جدا الدقيق معانا. هديله كده تحميرة بسيطة عشان يبقى طعمه حلو معانا في الصوص بتاعنا. هبتدي بقى دلوقتي انزل باللبن، ودول 2 كوباية من اللبن، وافضل اقلب، وطبعا اللبن يكون معانا ساقع. هبتدي اقلب كده كويس جدا عشان الصوص يربط معانا. هنقلب كده الصوص معانا، وابتدي انزل ب1 كوباية من الجبنة الشيدر. هاخد كده نص الكمية معانا عشان احتاج النص التاني للوش بتاع الطاسة معانا النهاردة، وابتدي اخد برضو نص الكوباية من الجبنة الموتزاريلا بالشكل ده. عايزة اقول لكم الميكس ده هيبقى خطير جدا. هنقلب كده كويس، وهبتدي اخد بقى رشة كده من الملح، مش هحط كتير عشان احنا عارفين ان الجبن فيها نسبة املاح او ملوحة شوية، وهاخد نص معلقة من الفلفل الابيض.
طبعا مش هحط فلفل اسود عشان ما يغمقليش الصوص معانا، وابتدي اقلب بقى الميكس الجميل بتاعنا ده، هيديني صوص رائع جدا. بصوا بقى الصوص معانا عايزه اقول لكم ريحته تحفه جدا، وفي نفس الوقت القوام بتاعه جميل قوي، هو ده القوام اللي انا عايزاه. ودلوقتي طبعا زي ما حضراتكم شايفين طفينا على الفراخ بتاعتنا استوت، عايزه اقول لكم طاسه سهله جدا وسريعه. ودلوقتي بقى يلا بينا نركب الطاسه بتاعتنا بكل مكوناتنا ومقاديرنا الجميله دي. عايزه اقول لكم بقى دلوقتي هناخد كده يعني من الصوص بالشكل ده، يعني ما نحطش كتير، يا دوبك بس كده يغطي قاع الطاسه بتاعتنا. هبتدي بقى انزل كده بالفراخ الجميله دي، عايزه اقول لكم ريحتها خطيره جدا. بالشكل ده كده بكل سهوله، زي ما انتم شايفين حطينا كمان الفراخ بتاعتنا. وهبتدي بقى دلوقتي احط السلامي بالشكل ده، عايزه اقول لكم الميكس ده بيبقى طعمه تحفه جدا. بصوا بالشكل ده كده الطاسه دي بتبقى حلوه قوي، وتقدري تعمليها كمان لو انت راجعه من شغلك، تحضري مكوناتها بكل سهوله وتقدري ان انت تعمليها. هحط بقى الزيتون، وطبعا لو مش حابه تضيفي الزيتون اللي انت حباه يعني، بس الزيتون بيديها طعم حلو قوي. يلا بقى بينا نحط الصوص بتاعنا، عايزه اقول لكم الصوص تحفه بالشكل ده كده. طبعا لو عندك صينية بايركس اي حاجة تقدري تعمليه فيها، بس احنا النهاردة اخترنا الطاسة عشان هي بتتقدم في الطاسة، وبتتقدم كمان في المطاعم بالشكل ده. زي ما انتوا شايفين خلصت الطاسة بتاعتنا بسرعة جدا. دلوقتي بقى هحط عليها رشة كده من الموتزاريلا والجبنة الشيدر، طبعا لو عندك بقى جبنة رومي جبنة بارميزان اللي انت حباه تقدري تستخدميه. عايزه اقول لكم الولاد هيحبوا الوصفه دي جدا، كلنا طبعا بنغرق في الوصفات اللي فيها الجبن. دلوقتي خلصت معانا الطاسه، وهنحطها يلا بينا على الفرن على درجه حراره 180، مجرد بس ما الجبنه تسيح معانا، لان انا كده كده اوريدي المكونات كلها مستويه معانا. هتقعد معانا بالظبط حوالي يعني من 10 ل 15 دقيقه على درجه حراره 180 درجه. يلا بينا نروح الفرن. خلصت وصفتنا، بصوا ازاي، عايزه اقول لكم ريحتها حلوه جدا خطيره جدا. بصوا بقى المطه كمان، بصوا شكلها تحفه جدا، عايزه اقول لكم طعمها فظيع. دي كانت وصفتنا النهارده، اتمنى يا رب تجربوها وتقولي لي رايكم ايه، واستنوني في وصفات جايه تانية كتير. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.